كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مراكز المستثمرين بوزارة الاستثمار كل من هيئة الرقابة الإدارية وأمانة مجلس الوزراء بمسؤولية تفقد ومتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بمراكز خدمات المستثمرين، إضافة إلى تقديم تقرير أسبوعي خلال الفترة المقبلة لمتابعة آخر التطورات في هذا الشأن. أرجو أن الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي عن الإجراءات وعن اختصار الوقت وعن الجدية في التعامل مع المستثمرين تكون بالأداء دوت. واسمحوا لي بالمناسبة دي أن أقول أن الرقابة الإدارية وأمانة مجلس الوزراء مسؤولين على أن هم يبقى في تفقد بشكل أو بآخر للإجراءات اللي بتتم، ويشوفوا هل فعلا احنا من خلال العمل وتنفيذه فعلا احنا قدرنا المستهدف يتحقق ولا محتاجين نعدل حاجة او نحسن حاجة. انا يهمني ان انا كل اسبوع يجي لي تقرير من هيئة الرقابة بعدد الشركات اللي تم تنفيذها خلال يعني اسبوعيا، كل اسبوع يجي لي تقرير ده احنا اللي تقدم كذا واللي عملناه كذا خلال الفترة القادمة يعني.